تفوه صوروه مثلوا بتمثيل تكرم حطوا الحذاء على راسه صوره. اناشد وزير الداخليه رئيس الوزراء ما الحل الا هاي القضيه. والمكافحه موجودين من اخوي مكتف عندهم بيتهم وطبعوا عليه مكافحه. يعني مكافحه الجريمه مال خضر. هم مكافحه الجريمه لو ستروا على الجريمه. هنا ستروا على الجريمه لقوا اخوي مكتف ومصور وممثل بيه يدوري لي مكتفات. ومكسور. وبعدين عافوا المكافحه، قال عم تهدد عليه بمسدس. يقول اخوي وهم كتف بديوانيتهم تهدد عليهم مسدس، قالوا حتى بكيسات عندنا قدام المكافحه حيدر حسن جبار بالمكافحه. المكافحه جماعتهم والمركز مال الخضر الصوب الصغير هذا بخصوص لخشم مال كريم تابع لخشم مال كريم. واحنا من نشتكي ما يلقون شكوى. دعوه ظلت 3 سنوات وزوروا تقرير طبي تعاركوا ما بيناتهم وكسروا اخوهم. هم الخصم الويان طاقين اخوي ورا سنتين كسروا اخوهم عارك ما بيناتهم. كسروا اخوهم وذبوا على اخوي وزوروا تقرير طبي ونحكم اخوي سنه، اتهموا اخوي كاسر هذا الشخص واخوي لا رجال بالبر لا يدري بيهم ولا عنده علم بيهم وهم الكسروا اخوته علي ومعارش الكسروه ويدرون بيهم وفشخوا امه وطردوها وسعطت المشاعله ويدرون به الحكي كله وفرحان شاهد على هذا الحكي، فرحان راضاه ما بيناتهم وطب بسيط ما بيناتهم. يعني والشيخ يدري بيها واحنا الساده والياويد يبونا مشيه الساده والياويد وقالوا ما عندهم زلمه مكسور، ايش خلى احنا كسرناه؟ ورا سنتين احنا كسرناه وزوروا التقرير الطبي الضباط وهم تعاونوا معهم الضباط. من وياي على الخط؟ السلام عليكم. عليكم السلام استاذ نجم الله يخليك الله يستر عليك بعد روحك. انطيني اسمك فالح شنو؟ فالح عطشان دوخي. فالح عطشان دوخي، انت من سكنة السماوة؟ من سكنة السماوة قضاء الخضر ناحية الدراج. شنو الاعتداء اللي تم على اخوك فالح؟ اخوي جماعة راح ليهم خابروه قالوا تعال لي انهم ناهي عليهم خاطين مرة من اخوي. اي. وهي نهوة مع المرأة وراح ليهم. دق الباب السلام عليكم السلام. طلعوا له قعد بيتهم يعني هم عشيرة قعد ببيتهم. قال الله انتم خاطين فلان مره الله ناخذها غصبا عليك، اخوي راد يقوم من بيته بكظوه 5 داروا عليه 5 شتفوا سووا جريمه الماطة. انا اسال وزير الداخليه اسال رئيس الوزراء يعني انسان مواطن شريف يتشتف ويتصور تحط الخندر على راسه ويداولون بصوره والحكي هذا صار له 3 سنوات من 2020 8/12/2020 دول اللي كتلوا اخوك قرايبك؟ هم من العشيرة مو قرايب من العشيرة. زين انت ناهي عليهم؟ اخوي ناهي عليهم مو نهوة. اي. قال عم انا اطلب اخوي فلوس. توقفوا يومين ثلاثة لما اخذ من اخوي فلوسي. توقفوا ما قال ما عدا ما قال هذا الكلام. دور عليه 5 يشيلوه فوق طقوا بالقاع. كسروا ريله وشتفوا وصوروا وحطوا غندر راسه. وبعدين خابروا المكافحة، مكافحة الخضر. حيدر حسن جبار. اي فابراهم قال طفر علينا حرامي. اي اي ولقوا زلمه مكسر ومكتف ممثل بتمثيل. اي من الساعة 3 للساعة 5 يدقون عليه ومكتف مكسر ريده. اي والمكافحة مال الخضر. قال يقول مو شغلة حرامي، خابروا نجدة قال عم هذا زلمه مو حرامي. خابروا نجدة مال الخضر يا وشالوه. لحقت الصوب الصغير مال الخضر، لقيت اخوي مكتف حلا وشتاف الضباط دي وريدي حالينا من هناك بغاد عنده لهم حاله النجده. اي ومكسور ويا ابو شو اسمه اخذت اخوي للمستشفى مال الخضير عالجوه. زين الدعوه ايش قالت بعدين؟ حولوني للسماوه استاذ نجم. الدعوه شلون خلصت؟ اخوك انحكم ثبتوا عليه حرامي. الدعوه ما خلصت استاذ نجم. الدعوه ما خلصت. اي هم اشتكوا علينا واحنا مشتكين عليهم ما خلصت الدعوه. اي هنا من يابهم اثنين شو اسمه؟ قاد نجم حلفك بروح امك بحليب رضحته بديت رضحته. أيه. كلامي لا تقطع منه شيء من اشهد رئيس الوزراء والشعب العراقي خله كله يسمع. اخوي ليش اقطع منه؟ الشعب العراقي كله يسمع. مظلوميتي. هو مظلوميتك يا اخوي، انتم عندكم طلابه مره وانتم قرايب وصارت نهوه، هسه انتم ما عندكم قضيه كبيره، هسه القضاء ايش حكم لكم؟ القضاء ما حكم لنا شيء، القضاء نقعد اخوي بالسجن. حكم اخوي دار صوره وشتفوا طلعهم براه دول مثلوا باخوي طلعهم براه. زين هسه اخوك انحكم؟ انحكم سنه. شنو انحكم عليها ما ادري. بياتهم انحكم
زوروا تقرير طبي ورا سنة ونص تعارك ما بيناتهم كسروا أخوهم. شنو كسروا أخوهم؟ قالوا نايف كسرة. كسرت رجله وانكسر من العشيرة. انكسر من العشيرة لو انكسرت رجله؟ لا انكسرت ايده، انكسرت ايده اخوته طقوه كسروا ايده اخوته من ابوه. هم قالوا المثل ابو اخوي تعاركوا ما بيناتهم مره سنة ونص. اي طقوا اخوهم من ابوهم الصغير كسروا ايده. زين انت من يا عمام فالح؟ انا عبساوي. ها؟ عبساوي لا العبس. العبس لمن يرجعون؟ شمر يرجعون. شمر اي ادري هسه يا اخوي اطلابه بداخل شمر هاي القضيه تحلها العشائر، يثبت عليه حرامي ياخذ حقه، ما يثبت عليه حرامي هاي العشائر حلت اكثر من هاي يا ابن عبسي، حلت اكثر من هاي. انت عمامك وذولا قرايبك والقضيه بيها نهوه، مو قضيه كبيره هاي. استاذ نجم محلتك بروح امك توصل صوت رئيس الوزراء ووزير الداخليه، انا ما علي بالعشائر. العشائر اليوم تعرف انت هسه مكافحه الخضر بيش ظلمتك؟ ظلمتنا حكمه واخوي سنه فوق ما مكتف فوق ما مكسر ممثل بيه ومصور وغندر على راسه ونحكم سنه. شنو الجريمه بيها؟ طاق واحد لا، كاسر واحد لا، حكم سنه. فالح ابو المكافحه ابو الجريمه ما يحكم، القضاء اللي يحكم خويه. دولة صحيح القضاء يحكم بس يا يجهز اوراق، يجهز اوراق الضباط. زين انت طلبوا منك رشوه؟ رادوا منك فلوس؟ لا بالله، هم دولة الطرف الثاني يشتغلون مخدرات ويدري بيهم. انا مني هي قلت لعمي دولة ناس يشتغلون مخدرات، لا تطيهم مره يا اخوي. دولة ناس من هالطريق طريقتنا خويه، هذا يحملك مسؤوليه قانونيه انت تتحدث والله امام الراي العام. انت تقول يشتغلون مخدرات كافة المسؤولية. استاذ نجم، استاذ نجم اي حلفك بحليب رضحته خويا، ما انقص ولا حروف، بس انت باكر هم راح يطالبونك باثبات ان هم تجار مخدرات، تقدر تثبت عليهم؟ صحيح مو كظاهم، كظاهم اجرام مال الخضر مال المخدرات عموما يا فارق. كظاهم بيده. احنا نضع هاي القضية امام القضاء وامام. بس بدي اسال سؤال واحد، وزير الداخليه وحلفك بحليب رضحته مكافحه الخضر يتستروا على الجريمه لو ضد الجريمه؟ لقوا اخوي مشتف ومصور وغندر على راسه اخوي. مكافحه سيد مدير اخوي، سيد مدير مكافحه الاجرام العام في وزاره الداخليه، شوفوا لنا طلابه فالح هسه هي القضيه، اذا باكر يطلع بيها شهود انه القضيه قضيه ولد عم بيناتهم ونهوه مره، وقيل انه اتهم على انه حرامي. هذه خطورتها وين تكمل؟ خطورتها انه ماكو اخلاق بالتعامل، يعني ماكو فروسيه بالخصومه، انه هو جاي قاعد ببيتك وانت مد عليه وتحوله الى حرامي. هاي تحتاج الى انه المحقق يتعمق بهاي القضيه.